لين سباي هو برنامج تجسس متنقل جديد مصمم خصيصا للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد. تطبيقات التجسس هي ادوات خطيره يمكن استخدامها لمراقبه ضحايا محددين بشكل انتقائي، غالبا ما يكون الضحايا موظفي شركه واحده او حتى سكان من دوله معينه. برنامج التجسس المتنقل الجديد الذي تم اكتشافه واطلق عليه اسم لين سباي يستهدف حتى الان مستخدمي هواتف الاندرويد في روسيا واسيا، ولكن الطرق غير التقليديه التي يستخدمها يمكن تطبيقها ايضا في مناطق اخرى. كيفية عمله وكيفية حماية نفسك من هذا التهديد الجديد هو موضوعنا اليوم. لين سباي هو برنامج تجسس متنقل جديد يستهدف هواتف الاندرويد، تم اكتشافه في شهر مارس 2024، لكن الأدلة تشير إلى أنه كان نشطا منذ تاريخ يوليو 2021. يتميز لين سباي بقدرته على الاختفاء والتخفي، حيث يقوم بإخفاء أيقونته على الشاشة الرئيسية ويعمل في الخلفية باستخدام صلاحيات الروت. هذه الطريقة تسمح له بتجاوز إشعارات شريط الحالة في جهاز الاندرويد، والتي عادة ما تنبه المستخدم إلى استخدام الكاميرا أو الميكروفون. يتظاهر لين سباي بأنه تطبيق نظام أو خدمات مالية، لكنه في الواقع يراقب نشاط المستخدم عن طريق اعتراض سجلات المكالمات وإرسال قائمة بالتطبيقات المثبتة إلى خادم المهاجمين وتسجيل شاشة الهاتف، خاصة أثناء استخدام تطبيقات المراسلة. يمتلك لين سباي قدرات واسعة على التجسس، بما في ذلك تسجيل المكالمات، مراقبة الرسائل النصية، تتبع الموقع الجغرافي، تسجيل ضربات اللوحة المفاتيح للحصول على كلمات السر، التقاط الصور من الكاميرا، تسجيل الصوت من الميكروفون. هذه القدرات تجعل هذا البرنامج خطير جدا، لأنه يصعب اكتشافه وإزالته، مما يعرض خصوصية المستخدمين لخطر كبير. أولا، سرقة البيانات الشخصية. يمكن للبرنامج سرقة معلومات حساسة مثل كلمات السر ومعلومات الدفع. التجسس على الحياة الخاصة، يمكن للبرنامج تسجيل المكالمات والرسائل النصية وتتبع تحركات المستخدم، مما ينتهك حريته وخصوصيته. الابتزاز، يمكن للمهاجمين استخدام هذه المعلومات التي تم جمعها لابتزاز الضحايا. على عكس برامج التجسس الأخرى التي تستغل الثغرات الأمنية بدون تفاعل من المستخدم، يتطلب لين سباي بعض الإجراءات من الضحية. مثلا عند التشغيل يتحقق البرنامج من وجود الأذونات اللازمة لقراءة جهات الاتصال وسجل المكالمات واستخدام الطبقات، أي بما معناه الظهور فوق التطبيقات الأخرى. إذا لم تكن متوفرة فإنه يطلبها. بعد ذلك يسجل مستقبل البث في أندرويد للحصول على معلومات حول أحداث النظام، مما يمكنه من بدء أو إيقاف المهام الضارة المختلفة. يستخدم لين سباي صلاحيات الروت بطريقة غير تقليدية. عادة ما تستخدم صلاحيات الروت للحصول على التحكم الكامل بالجهاز، لكن في حالة لين سباي يستخدم المهاجمون جزءا صغيرا فقط من الوظائف المتاحة لمستخدمي الروت. ومن المثير للاهتمام أن صلاحيات تستخدم لمنع اكتشاف البرنامج من قبل برامج الفيروسات او برامج حلول الامان. لين سباي هو حصان طروادة ما بعد الاستغلال، مما يعني ان المهاجمين اما استغلوا الثغرات الامنية لجذور اجهزة الاندرويد او قاموا بتعديل البرامج الثابتة عن طريق الوصول المادي لاجهزة الضحايا. حتى وقت عمل هذا الفيديو لا يزال من غير الواضح ما هي الثغرة الأمنية التي يستغلها المهاجم، وإذا كانت هنالك بعض المعلومات فسوف أطلعكم عليها في وقت لاحق. ميزة أخرى لهذا التطبيق هي استخدامه المشترك للتشفير المتماثل، مفتاح واحد للتشفير وفك تشفير المعلومات، والتشفير غير المتماثل مفاتيح عامة وخاصة منفصلة. قبل السرقة يتم تشفير البيانات باستخدام خوارزمية متماثلة، يتم تشفير مفاتيحها بشكل غير متماثل. المهاجم فقط هو من يمتلك المفتاح الخاص. لمزيد من هذه التفاصيل سوف أضع رابط في صندوق الوصف تحليلي لهذا الموضوع. يستخدم المهاجمون فقط الخدمات العامة وليس البنية التحتية الخاصة، مما يجعل من الصعب تحديد مجموعة القراصنة التي تقف وراء هذه الهجمات على مستخدمي هواتف الأندرويد في روسيا وآسيا بشكل قاطع، كما أن هوية الدافع غير معروفة أيضا. لكن كما تظهر الممارسات العالمية، غالبا ما تبدأ هذه الحملات المتطورة للتجسس السبراني من قبل مجموعات مرتبطة بجهات معينة. قم بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، ولكن تذكر أيضا
أن برامج التجسس يمكن أن تتسلل حتى إلى المتاجر الرسمية، وهذا شرحناه في أكثر من فيديو في القناة. قم دائما بتحديث نظام التشغيل بانتظام. تعمل التحديثات على سد الثغرات الأمنية التي يمكن أن تستغلها برامج التجسس. استخدم تطبيقات معروفة من مطورين موثوقين. تجنب استخدام تطبيقات بديلة لتطبيقات المراسلة وغيرها من الخدمات لأنها قد تحتوي على أكواد ضارة. استخدم برامج مكافحة الفيروسات لأنها سوف تساعدك على اكتشاف برامج التجسس مثل لونس باي في الوقت المناسب. قم بمنح التطبيقات الأذونات التي تحتاجها فقط للعمل، لا تقم بمنح التطبيقات أذونات غير ضرورية. باتباع هذه النصائح بإذن الله تعالى يمكنك تقليل خطر التعرض لبرامج التجسس. في الختام لا تنسى دعمي باللايك ومشاركة هذا الفيديو مع من تحب. حفظنا الله وإياكم.